إلى المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من تفكيك خلية إرهابية على صلة بفرع ما يسمى داعش بليبيا، وتتكون من 6 متطرفين مشتبه فيهم ينشطون في مدن أكادير وأمزميز وشيشاوة وأيت ملول والقليعة. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن التحريات الأولية أكدت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية الذين سبق لأحدهم أن أقام بليبيا خططوا للالتحاق بمعاقل فرع داعش في هذا البلد بطريقة سرية عبر منطقة الساحل والصحراء.